السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف أشرح لكم الوحدة الثالثة عشر للصف السابع الفصل الدراسي الثاني. قبل أن أبدأ في الشرح أتمنى الاشتراك في القناة وعمل لايك لهذا الفيديو ونشر هذا الفيديو، ونبدأ بإذن الله. أول درس الضرب في الأعداد العشرية والكسور العشرية، أيضا القسمة على الأعداد العشرية والكسور العشرية. في السؤال الأول احسب ألف 1.65 ضرب 3.7 يساوي 505.94. في السؤال ب 5.44 تقسيم 1.6، الإجابة 3.4. هذا هو السؤال الأول. في السؤال الثاني توصلت هدى على خارج القسمة 45.6 تقسيم 1.2 يساوي 38. باستخدام ما توصلت إليه هدى اكتب نتائج ما يلي: 456 تقسيم 12 يعطينا 28، و 38 ضرب 1.2 يعطينا 45.6، و 3.8 ضرب 1.2 يعطينا 4.56. في السؤال الثالث فيما يلي جزء من الواجب المنزلي الخاص بهما، هل طبعا هذا الواجب المنزلي، هل أوجدت مها الإجابة الصحيحة؟ طبعا هذا السؤال وهذه الإجابة، طبعا الإجابة خاطئة. ركزوا معنا في السؤال: استخدام عملية حسابية متكافية لإيجاد 48 تقسيم 0.8، والإجابة هي أعطتنا هذه الإجابة، طبعا هنا الإجابة خاطئة. فسر الإجابة، لأن 0.8 يساوي 8 تقسيم 10، 48 تقسيم 0.8 يعطينا 48 تقسيم 8 6 ضرب 10 يعطينا 60. هذه هي الإجابة الصحيحة. الآن ننتقل إلى درس حساب النسب المئوية، زيادة النسب المئوية وانخفاضها وإيجاد النسب المئوية. لديك بطاقات الأرقام 0, 1, 2, 4, 5, 8. استخدم كل بطاقة مرة واحدة في إكمال التالي. عندنا هنا 1 تقسيم 4 يساوي 25%، و4 تقسيم 5 يعطينا 80%. هذه هي الأسئلة والإجابات في الصفحة الأولى، عندنا الدرس الأول والدرس الثاني. والآن ننتقل للسؤال الرابع. عفوا، في السؤال الخامس حصل راشد على 27 درجة من 30 في مادة العلوم، وحصل علي على 41 درجة من 50 في مادة الرياضيات. يقول راشد، هل ما يقوله راشد صحيح أم خاطئ؟ طبعا وش قال راشد؟ نتيجتي في الرياضيات أفضل من نتيجتي في العلوم. نشوف طبعا الإجابة صحيحة أم خاطئة. هنا الإجابة خاطئة. نفسر الإجابة مع بعض. نسبة ما حصل عليه في مادة العلوم طبعا عندنا 27 تقسيم 30 ضرب 100 يعطينا 90%، ونسبة ما حصل عليه في مادة الرياضيات 41 تقسيم 50 ضرب 10 يعطينا 82%. إذن نسبته في العلوم أكبر من نسبته في الرياضيات. الآن ننتقل للسؤال السادس. مزارع لديه مزرعة مساحتها 143 هكتار، زرع 62 هكتارا منها خضروات. اكتب النسبة المئوية للمساحة المزروعة بالخضروات، أوجد الناتج لأقرب علامة عشرية. طبعا هذه هي الإجابة 43.3. انزين، نتكلم عن السؤال السابع. نتائج 3 طلاب في اختيار الرياضيات موضحا في البطاقات المقابلة الدرجة العظمى لاختيار 50
درجة، اكتب اسم الطالب الذي حصل على أعلى درجة. هنا نوضح بالخطوات. طبعا نسبة سالم 38 تقسيم 50 ضرب 100 يعطينا 76. طبعا هذه هي نسبة سالم. نتكلم عن نسبة راشد. نسبة راشد طبعا نصف الدرجة اللي هي تكون 50%، ونسبة علي 72%. الطالب الحاصل على أعلى درجة هو سالم لأنه 76%. الآن ننتقل للسؤال الثامن. اشترى فيصل سيارة بقيمة 8000 ريال، بعد مرور عام باعها بقيمة 7500 ريال. أحسب النسبة المئوية لانخفاضها في سعر السيارة، طبعا 6.25%. هذه هي جميع الأسئلة والإجابات في الصفحة الثانية. طبعا هذه الأسئلة كلها من درس حساب النسب المئوية وزيادة النسب المئوية وانخفاضها وإيجاد النسب المئوية. والآن ننتقل للسؤال الثامن. خلصنا السؤال الثامن، ننتقل للسؤال التاسع. لدى فاطمة 5 أنواع من الأقمشة لها نفس الطول، قطعت جزء من كل نوع بطول مختلف وبنسبة مختلفة، فإذا كان طول الجزء من أحد أنواع يساوي 7.2 متر بنسبة 24% منها، ساعد فاطمة في وضع الطول المناسب لكل جزء من النسبة المقابلة. بعدنا 12 و14.4 و16 و19.2. طبعا احنا كتبنا الطول والنسبة، الطول والنسبة. هنا 19.2 متر نسبة 64. انزين عندنا ايضا هنا الطول 14.4 متر ونسبة 48، هذه الاجابة. هنا 4.8 متر نسبة 16، طبعا هنا الإجابة 12%. 3.6 متر 12%. هذا هو السؤال والإجابات. والآن ننتقل للسؤال العاشر. يعرض الجدول المقابل كتلة محمد في أعمار مختلفة، عندنا هذه الأعمار بالسنوات وهذه الكتلة بالحجم. أحسب النسبة المئوية لزيادة في كتلة محمد من عمر الخامسة إلى العمر الثامنة، طبعا 38.5 و25%. في السؤال ب تزيد كتلة محمد من عمر الثامنة إلى العمر التاسعة بنسبة 12%. أحسب كتلة محمد عند عمر التاسعة، طبعا 28.336 كيلوغرام. والآن ننتقل للسؤال 11. اشترى أحمد صندوقا من العصائر ب5 ريالات ليبيعها في جمعية المدرسة. يحتوي الصندوق على 20 علبة، يريد أحمد أن يكسب بنسبة 40%. أحسب بكم عليه أن يبيع العلبة الواحدة من العصير؟ طبعا كيف تكون الخطوة والخطوات؟ الربح 40% ضرب 5 يساوي 2 ريال، أي تكون قيمة الصندوق 5 زائد 2 يعطينا 7 ريالات. هذه جميع الأسئلة والإجابات، وشكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو والاشتراك في القناة وأيضا عمل لايك لهذا الفيديو. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نلتقي في درس جديد.